لكن صار اتصالنا جاهز وبدنا ننتقل مباشرة باتصالنا مع سيادة العميد جهاد السعدي مدير إدارة المرور بوزارة الداخلية. صباح الخير سيادة العميد. صباح النور، أهلا وسهلا. يسعد صباحك. صباح النور، أهلا وسهلا. خلينا بالبداية نحكي عن واقع المرور اليوم ضمن محافظة دمشق. اليوم بصراحة يعني التقف جيد، كان صباحا طبعا ضباب والحركة كانت بطيئة نوعا ما، إنما انكشف الضباب حاليا والحركة طبعا جيدة في كافة المحاور وأيضا في كافة أنحاء القطر. لا توجد عوائق مرورية إطلاقا حاليا، الطرق نستطيع أن نقول أنها كلها سالكة في كافة أنحاء القطر، لم تردنا أي ملاحظة، أيضا لم يردنا وقوع أي حادث على المحاور وخاصة المحاور الرئيسية بين المحافظات. حتى الآن الأمور تمام وسليمة، لكن ما يهمنا أن نعود ونقول أن هناك أصول القيادة النموذجية التي على السائق اتباعها حتى طبعا نكون في حالة حيطة وحذر، وخاصة أننا نحن في فصل الشتاء، فصل التأقلم طبعا مع المنظومة المرورية، وفصل طبعا قد تزداد به الحوادث، إذا لابد من أخذ الحيطة والحذر في هذا الفصل، ونحن على أبواب طبعا مخفضات جوية قادمة. لكن ما أريد أن أقول أن هناك قيادة نموذجية، يعني علينا السائق أينما كان موقعه يجب أن يصبح مساهم فعال هذا السائق في تنظيم حركة المرور، ويجب أن نبتعد عن الفكرة التي تقول أن المرور فقط رجل المرور وهذه العصا وهذا دفتر الضبوط. يجب أن يكون السائق هو السائق، يجب أن يكون شرطي مرور على نفسه من خلال طبعا التقيد بقواعد المرور، التقيد بقانون السير. هنا نستطيع فعلا أن نقول قد حققنا جزءا من السلامة المرورية، ونقول أن أجنحة السلامة قد ترفرف على الطرقات بدلا من الحوادث المفزعة. لأنه في الفترة الأخيرة تعرفين أن الحادث الذي جرى على أوتوستراد طرطوس اللاذقية وذهب ضحيته وأيضا سائق سيارة الإسعاف كان حادثا مفزعا، وكان بصراحة سببه الرئيسي هو السرعة الزائدة وعدم الانتباه للطريق إطلاقا، وله بما يبعدنا عن القيادة الآمنة. لذلك علينا فعلا أن نكون كلنا جميعا لدينا مسؤوليات محددة، مسؤوليات مشتركة حتى نقي نفسنا والآخرين من شرور الحوادث، وأن نقوم بالعناية التامة بالسيارة، الالتزام بقواعد السرعة لأنها تبعد السائق عن السلامة، وأيضا يجب السيطرة على النفس بعواطفها وانفعالاتها ورغباتها، وأيضا يجب التأني والحذر عند البدء في السير مع مراعاة المسافات الحقيقية، مسافات الأمام، وخاصة في هذا الفصل. أيضا يجب علينا استخدام إشارات الانعطاف المشيرات، لأنه ترين في شوارعنا الأغلب من السائقين لا يستخدم مشيرات الانعطاف يمينا أو يسارا ولا مشيرات الدوران. وأيضا عند الرحلات الطويلة على طرقنا المركزية على السائق أن يتأكد من سلامة السيارة واستعداداتها الميكانيكية، الفرامل، الكهرباء، الزيت، التأكد من عدم تسرب الماء أو الوقود. أيضا يجب أن أقول في النهاية إذا التزم كل سائق مركبة بهذه المسؤوليات واستحضرها في ذهني وتصرفاتي في كل لحظة من لحظات القيادة والتزم بجوانبها التطبيقية في المدن والقرى وعلى الطرقات، فإنه يحقق السلام له ولكل مستخدمي الطريق، وكانت قيادته للسيارة في مأمن وبلا دماء على الطريق. نتمنى للجميع السلامة، ونتمنى من الجميع الالتزام بقواعد المرور وآدابه. أكيد سيادة العميد، ونحن بدنا نتمنى يعني كل شيء قلته، ومتمنى أمنيتك أنه هي عن جد ياخذوها المواطنين بعين الاعتبار. سيادة العميد، ولو غلبناك شوي وأخذنا من وقتك، يعني حكينا عن واقع المرور في دمشق، ولكن خلينا ننتقل على واقع المرور ضمن المحافظات والمناخ الصعب يلي مرينا فيه والمنخفضات يلي أثرت، يمكن من ثلوج، من الرياح، ممكن من ضباب. خلينا نحكي اليوم تواجد رجال الشرطة على الأوتوسترادات ومن أجل يمكن راحة المواطنين وسلامتهم. طبعا أنا أريد أن أطمئن كل الناس، كل مستخدمي الطريق، أن مراكز الطرق العامة في سوريا هي تجربة فريدة. لدينا في سوريا أكثر من 25 مركز طرق عامة منتشر على امتداد الجغرافي السورية. هذه المراكز تجربة فريدة لا توجد في هذه المنطقة إطلاقا،
فقط في سوريا، وهذه المراكز تربط المحافظات بعضها ببعض وتقدم خدماتها ومساعداتها للإخوة المواطنين، وخاصة الذين تعطلت سياراتهم والذين يتعرضون للحوادث على هذه الطرق. هذه المراكز عملت عملا جيدا وجبارا في الفترة الأخيرة، وخاصة فترة المنخفض الجوي القوي الذي حل على البلاد، منخفض الثلج والأمطار والرياح. هذه المراكز بدءاً من اللاذقية وطرطوس وحتى السويداء والصلنطة وكل المحافظات السورية كانت جاهزة فنياً وجاهزة من حيث رجال المرور، وأيضاً من حيث الكاسحات والجرافات وكل الأمور الفنية التي تساعد على فتح الطرقات. وكان هناك عملاً رأيناه على مواقع التواصل لرجال المرور لكل مراكز الطرق العامة، قدموا العون للمقطوعين، قدموا الإغاثة لكل الناس الذين قطعوا على الطرقات، وأيضا تم فتح الطرقات في فترات قياسية. أيضا حتى الحدود السورية اللبنانية التي أغلقت بفعل المنخفض الجوي الأخير، كان لنا دورا كبير عبر مركز الطرق العامة في الزبداني وعبر فرع مرور ريف دمشق بفتح هذه الطرقات. الحمد لله نستطيع القول ما علينا إلا الالتزام وما علينا إلا التواصل على هذه المراكز عبر 115 المجاني للسلام عن أي شيء ولطلب المساعدة من أي مركز طرق عام. فقط علينا الالتزام والهدوء ومن خلال ذلك نصل إلى السلام. وهي نقطة كتير مهمة، الالتزام بقوانين المرور وتحمل كل الجهات المسؤولية بتخفف من أضرار وبتحافظ على سلامة المواطنين. أكيد جهود جبارة عم تقوم فيها رجال شرطة المرور وجاهزية تامة ضمن ظروف صعبة ومناخية بكل الأوقات. بدنا نتشكرك سيادة العميد، نقلكم يعطيكم ألف عافية. ميت مرحبا، شكرا، أهلا وسهلا. شكرا كثير لك سيادة العميد جهاد السعدي مدير إدارة المرور بوزارة الداخلية، شكرا كثير لك. وأكيد بدنا نتمنى السلامة لكل المواطنين وخاصة بظروف المناخية السيئة.